أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من الغد الاقتصادي. اليوم تطوير الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار من أهم المواضيع المطروحة عبر استراتيجيات وخطط مدروسة وبالتعاون بين سوريا والدول الحليفة وفي مقدمتها روسيا التي تسعى دائما لإنهاء الأزمة القائمة. فهل ستنهض سوريا وفق آليات تساهم في انطلاقة تبشر بغد اقتصادي مشرق، حيث ستصبح المركز التجاري لتخزين القمح الروسي وفق الاتفاقات الموقعة، وأيضا هناك حركة اقتصادية استثمارية موسعة ستشمل العديد من الجوانب وفق ما ذهب إليه المؤتمرون من توصيات خلال انعقاد مؤتمر يالطا في الأمس القريب، والذي سينعكس إيجابا بأهدافه على العلاقة الاقتصادية بين موسكو ودمشق. فما أهمية هذا المؤتمر وأبعاده المستقبلية؟ هذا ما سنناقشه مع دكتور عماد حبيب، المتخصص في القانون الدولي الاقتصادي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. نحن اليوم بالعادة دائما بالغد الاقتصادي عندنا مجموعة أخبار اقتصادية، بس هذا اليوم الحدث الأبرز والخبر الأهم الموجود، وخاصة بما يخص مدينة اللاذقية. ونحن مثل ما نعرف قناتنا أوغريت هي تخص اليوم الداخلي في محافظة اللاذقية بالإضافة إلى بعض المحافظات الأخرى، ولكن اليوم أهمية هذا الموضوع لمحافظة اللاذقية، كيف اليوم سينعكس هذا الموضوع من خلال إعادة الاقتصاد السوري، وهذا المصطلح كنت قد ذكرته قبل في الحلقات الماضية. اليوم إعادة بناء الاقتصاد السوري، فلان كيف سينعكس من خلال ستكون سوريا اليوم مركزا للقمح لتخزين القمح الروسي، أهمية مركز الحبوب اليوم في محافظة اللاذقية، تفضل. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. بناء سوريا وتطويرها. جميل. طيب اليوم أهم المؤتمرات الاقتصادية اليوم كيف ستنعكس فعلا خلالها مؤتمر يالطا على الاقتصاد ما بين سوريا وروسيا؟ بالتأكيد نحن إذا عدنا إلى الاتفاقيات التي وقعت. نعم. جميل جدا هذا الكلام، يعني الأطر الزمنية اليوم تنعكس بشكل كامل اليوم على مدينة اللاذقية بشأن اقتصادي كما حكيت، لها أبعاد سياسية. الأطر الزمنية اليوم فعلا لإنشاء صوامع ضخمة جدا لتخزين القمح الروسي، قربها من المرفأ سواء كان للتصدير أو حتى للاستيراد، أبعاد هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى. نحن ذكرنا في لقاءات سابقة اتفاقيات على المستوى السياحي الاقتصادي الزراعي، إلى أي درجة اليوم هي داعم؟ اليوم نحن يعني الحديث كان جدا عن أن سوريا اليوم لديها الكثير من النفط والغاز، لديها الكثير اليوم من المصادر الطاقة الموجودة في سوريا، ولكن اليوم التركيز على هذا الموضوع الاقتصادي السياحي الزراعي اليوم إلى جانب هذا الموضوع يكون له رد معاكس، يعني اليوم من ينظر إليه بالبعد الاقتصادي البعيد. أنا بدي أنا لا أمتدح الحكومة ولا أمتدح أحد، بس أنا في عندك الفوسفات أيضا، لأنه صحيح مصدر أنا في هذه الشركات، يعني اليوم هذا تفكير يعني اقتصادي هذا كبير هذا دكتور هذا يعني اليوم. أنا وقت اللي بكون كمان مين هو اللي ما بيتمنى كي أكثر عن مخزون القمح الروسي التي سيكون بروسيا أو بصوامع اللي عفوا بسوريا، وفي صوامع كبيرة جدا موجودة اليوم في اللاذقية، وهذه الاتفاقيات التي تمت بالمليارات. اليوم إلى أي درجة سينعكس هذا الموضوع على اليد السورية؟ أين ستكون مؤسسة الحبوب والصوامع الموجودة في سوريا؟ هل سيكون لديها دور ولا هي فقط شركة اليوم بالخبرات الموجودة لديها؟ أنا بعتقد على أنه هذا المركز لازم حسب تقديري يعني مع بعض المعلومات هو لازم يكون له. طيب اليوم انا اللي عم يحضرنا يعني صحيح صحيح كبير. طيب اليوم عم يسمعنا اكيد اول كلمه بدي اقول لك اياها، القطع الاجنبي اين سيكون من كل هذا؟ شوفي يعني اكيد الا بتدور الدائره اليوم لتوضع امام الدولار يعني بطريقه او باخرى. شوفي انا دوما انا بالحقيقه هو واحد من اهم الهواجس اللي انا اشتغلت بنظر له اليوم للخط التجاري استراتيجي. صحيح. عم نرسم صح عم نرسم صح بالتوازي صحيح ما بين الخط التجاري اليوم والخط البحري طبعا، يعني هذا اليوم مرحلة من مراحل إعادة الإعمار بطريقة أخرى، يعني سوريا. اليوم نحن ليس نحكي فقط نتكلم فقط عن الحجر اليوم لا لا لا. بمدن أخرى شوف. نتكلم أيضا اليوم عن الاقتصاد بطريقة شوف. أخرى شوف وطريقة معمقة أكثر من مما قبل. تفضل. يعني أنا بعتقد على أنه من السذاجة نعتقد أنه والله نحن
وقت عم نتحدث عن إعادة أعمار سوريا إنه والله المقصود فيها هو إنه والله اليوم ما تحدثت حضرتك فيه من خلال العلاقات البينية اليوم الموجودة سواء كان ما بين روسيا والصين أو حتى ما بين إيران وروسيا من خلال تبادل بالنسبة للسلع ما بين النفط والسلع بين إيران وروسيا، هذا الموضوع هل يمكن أن يكون فعلا يطبق على الأرض السورية من خلال حكومات من خلال مشروع الشراكة الروسية السورية الذي اليوم هو موجود على الطاولة ويناقش من خلال هذه الاتفاقيات أو من خلال الاجتماعات التي وجدت العلاقة البينية اليوم بين بالعملات المحلية تفرض نفسها اليوم على الحكومة السورية بطريقة أو بأخرى أو هي بحاجة اليوم إلى تفكير اقتصادي أكبر من هذا الموضوع لكي تكون موجودة على الطاولة. هلا نحن في انا قلت لك نحن عندنا اربع خيارات اكثر من حلقه دكتور، انا كثير بدي اشكرك، نحن وقتنا خلص لهلا بس قبل ما نختم معك ونشكرك الشكر الاخير رح نكون مع بعض لحتى نشوف اليوم نشره العملات بالنسبه للليره السوريه والذهب، نتابع سوا. أنا كثير بدي أشكرك دكتور عماد حبيب متخصص في القانون الدولي الاقتصادي لوجودك معنا، شكرا لك. شكرا لك. شكرا مشاهدينا، ومنرجع بنقول دائما الغد الاقتصادي اليوم لا خوف عليه في سوريا التي تمتلك الكثير من المقومات سواء كان باطنيا أو حتى اقتصاديا أو زراعيا أو حتى سياحيا، بالإضافة إلى العقل السوري الاقتصادي والعقل السوري البشري الموجود فيه الذي يسعى دائما إلى التحرر وإلى الانفتاح وإلى إيجاد كل ما هو جديد وخصب، دائما الخط التجاري هو موجود منذ القديم في سوريا من خلال خط الحرير اليوم الذي كان يمر أيضا في اللاذقية واللي كان مصبه اليوم في مرفأ اللاذقية، بالإضافة إلى الأمور الأخرى الكثيرة اليوم التي يقرأها العقل السوري الاقتصادي بشكل مباشر أو غير مباشر. التوفيق لكل مع اليوم لكل الخير لسوريا دائما من خلال هذا العقل السوري النير الذي يطمح دائما إلى الأجمل. لكم من كل التحية، إلى اللقاء.